عاوزين الأول صديقنا المخرج والمنتج والمونتاج والتلفزيون كله الأستاذ الفنان دهب. تعال اتفضل أستاذ فن التصوير. أنا بقول الرقمي والفوتوغرافي، يعني أقول إيه بس مش لا شاعر الصورة قليل قوي عليك والله. تفضل يا صديقي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، تسلم. السلام عليكم ورحمة الله. دهب المجرابي طبعا بدون تعرفون ان احنا من اسوان يعني مسكاور استاذه. انا دهب المجرابي، اصلا كنت مدير عام في المراقبه الجويه في شركه الملاحه الجويه، الشركه المصريه للملاحه الجويه. مراقبه جويه يعني قرب المراقبه فوق، وبامر الله ما فيش طياره تنزل وتطلع الا بينا احنا. اسمي بالانجليزي بنسميه اير ترافيك كنترولر، اير ترافيك كنترولر، ضابط مراقبه جويه. وطلعت يعني من معاش عجزنا يعني، والحكومه رمتنا من 7 سنين يعني، يبقى كده انتوا عرفتوا سني كام يعني. انا هوايتي التصوير والتوثيق، توثيق موثق للامسيات الثقافيه في القاهره، مش في القاهره، في مصر كلها يعني. وتصور في الامسيات الثقافيه، في الندوات، في ليالي حنين، حنين اختي يعني. ده المنتدى ال 12 لحنينيات. انا بصور بوثق، عندي قناه في اليوتيوب بنزل كل اللي صورته للناس اللي انا صورتهم في اليوتيوب للعالم. توثيق. النهارده كل واحد مثلا لو جم في ندوه وكل واحد قال كلمة وكل واحد قال قصيدة ومشي، اللي بره هناك اللي قاعد هناك ما عرفش انتوا قلتوا ايه هنا. انما النهارده ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بهذه التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي باليوتيوب وغيرها من المواقع الانترنت، فبننزل الحاجة اللي في امريكا بيشوفها، اللي في اليابان بيشوفها، اللي في اي حتة في العالم بيشوفها احنا عملنا ايه، طالما هو صديق او انا بعمله عام جنرال، بعمله عام. فاي واحد بيخش في دهب المجرابي القناه بتاعتي بيشوف ايه اللي نزل النهارده. انا تقريبا الشهر 30 يوم او 31 يوم اوعي ولا تعالى الشهر 30 او 31 يوم انا تلاقي تقريبا 25 يوم في الندوات. يعني معنى كده ان انا ما بقعدش في بيتي تقريبا 25 27 يوم، تلاقيني كل يوم شرط ان انا ما بمشيش في ندوه الا بدعوه شخصيه. لو ما فيش دعوه انا ما بمشيش، بمشي اوثق للناس. انا بقول لهم النهارده انا بحضر تقريبا، صورت في اكثر من 50 مكان في القاهره، جميع المكتبات العامة أنا صورت فيها، في الصالة صورت، في الأوبرا صورت، بيت السنار هنا في السيدة زينب صورت، كل تقريبا عجيب عينيا عجيب. يبقى تحية لي عشان بقول النهارده يعني ايه توثيق؟ النهارده احنا بنقرا كتب من مئات السنين، من الاف السنين، من البخاري ومسلم وكتب السنه والسيره وكتب الفلاسفه. كل الحاجات دي جات لنا ازاي؟ او لغايه النهارده موجوده ليه؟ موجوده بالتوثيق، عشان اتوثقت واتحفظت في المكتبات، جات لنا لغايه النهارده موجوده. لو ما فيش توثيق ما فيش حاجه هيقرا حاجه. فالنهارده اتقلبت بدل القراءة بقت قراءة بصوت وصورة. الصورة بتثبت القراءة بالظبط. أنا
اشكركم وانا طولت عليكم. شكرا.